طيب نرجع بقى لأخبارنا، وزي ما قلت لحضراتكم عن القمة العربية الصينية هتكون فقرتنا الرئيسية النهاردة إن شاء الله بعد ما نتابع الجزء الأول من حلقتنا ومتابعة أخبارنا. أخبارنا المحلية بقى النهاردة كان في جولة مهمة لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في محافظة السويس علشان يتابع ويتفقد المشروعات التنموية والخدمية الموجودة في المحافظة. بدأ رئيس الوزراء زيارته للسويس بلقاء النواب المحافظة بالبرلمان، وكان في بداية حديثه مع النواب اتكلم على إن محافظة السويس هتكون ليها أولوية كبيرة خلال المرحلة دي من خلال الشغل والمشاريع اللي هتشتغل فيها الدولة، سواء مشروعات متعلقة بتطوير المناطق الغير مخططة أو كمان بمشروعات البنية التحتية. فمن ضمن بقى الحاجات والشغل والمشاريع اللي شافها رئيس الوزراء النهاردة، إنه الأول راح افتتح ديوان عام المحافظة والمركز التكنولوجي الجديد، وأكد على إن الدولة لا تدخر أي جهد في ملف تطوير العمل الإداري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره هو المستهدف من التنمية. غير افتتاح أو يعني أن الرئيس الوزراء شاف افتتاح المبنى الجديد لديوان المحافظة، لكن كمان هو افتتح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس وأثنى على جودة وإتقان الأعمال المنفذة فيه. برضو تفقد أعمال تطوير مجمع محاكم السويس دكتور مصطفى مدبولي وأشاد بجوانب التطوير وبخاصة استخدام التقنيات الحديثة اللي بتختصر الوقت والجهد وتساعد كمان في ملف العدالة الناجزة. برضو رئيس الوزراء قام بتفقد منطقة مساكن ناصر بالملاحة، ودي واحدة من مشروعات التطوير العمراني في محافظة السويس، وأكد رئيس الوزراء على أنه على أهمية مشروعات التطوير العمران لأنها بتحسن جودة الحياة طبعا من خلال كل الخدمات المقدمة ليهم. فرئيس الوزراء برضو شدد على أهمية عنصر السلامة الإنشائية للعمارات القائمة، ووجه بأهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والترميمات بالمساكن. كان في برضو تفقد لمشروعات إنشاء مستشفى طب رياضي بالسويس، وكان وزير الشباب والرياضة كان موجود برضو وقال ان احنا بنستهدف ننفذ صرح طبي متكامل لتقديم خدمات الطب الرياضي. رئيس الوزراء برضو في السويس تفقد اعمال تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير ترعة السويس بحي الجنايم، واكد على اهمية استكمال مشروع تطوير ترعة السويس بمراحله المختلفة، وانه هيبقى في توفير ل 300 مليون جنيه للمحافظة لاستكمال اعمال التطوير. قام برضو رئيس الوزراء بتفقد مشروع المجمع الطبي الشامل بالمحافظة، واكد باهمية الاسراع بتنفيذ هذا الصرح طبعا، وأن يكون على أعلى مستوى وفي وقت قياسي.